أحبائي الكرام، مرحبا بكم في قناتنا زي سوداني. أشترك في القناة وأعمل لايك وكومنت وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. موضوع حلقتنا اليوم هو سعر مفروض، يعني سعر المهر يكون كم وإنه يكون ثابت ولا ما ثابت. خلوكم معانا نمشي نشوف آراء متعددة. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. نتعرف عليك. أنا مها عمر. طيب يا أستاذة، يا أنت مفروض في زمننا وفي ظروفنا الحاصلة دي إنه المهر يكون سعره ثابت وكم؟ عليكم السلام ورحمة. نتعرف عليك. الاسم إيمان علي. طيب يا أستاذة إيمان، أسي حاليا سؤالنا هو اللي أنا عايز أوجهه لك، إنه سعر المهر افترض يكون ثابت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. محمد زكريا. طيب يا أستاذ محمد، في الظروف اللي عايشاها أسي حاليا الوطن، طيب سؤالنا هو مفروض المهر سعره يكون ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. محمد عثمان أبو جديري. طيب يا أستاذ، في الأيامات دي وفي الحالة وفي الظروف اللي نحن عايشينها في السودان دي، مفروض سعر المهر يكون ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف عليك. جدا، تفضل. منو معاي؟ معك نورة. طيب يا خالتو، في ظل الظروف اللي نحن عايشينها دي، فسؤالنا يعني مفروض إنه المهر أو سد المال يكون محدد وبسعر ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نتعرف عليك. مبشر جافر. طيب، في الظروف الحاصلة حاليا في البلد والضغوطات وأي حاجة غالية، مفروض المهر يكون ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف عليك. سلوان فيصل. طيب يا أستاذة، في زمننا حاليا وفي الحاجة اللي احنا عايشينها، مفروض يعني انت المهر يكون ثابت. نتعرف عليك. حافظ آدم. طيب يا أستاذة، نحن سؤالنا اللي عايزين نوجهه لك، مفروض المهر أو سد المال يكون ثابت؟ لا، ما مفروض. طيب ليه ما يكون ثابت؟ لأنه أصلا حسب مع الظروف حاجاتنا دي، الواحدة تقول بأي حاجة ولا. أيوة، يعني أنت ما خدت إنه يجيبوا فيك كده، بس على حسب هو اللي عنده. لا، ما خدت حاجة. متأكدة؟ متأكدة. والله سعره يكون يتماشى مع الأحوال في البلد دي، عرفتي؟ يعني طيب، يتماشى مع الأوضاع الحالية. يلا، في الأوضاع دي أنت كده في رأيك يعني يكون كم كده؟ لا، أنا ما أعرف الأسعار، لكن يكون في حدود مثلا 200 مليون كده، 150 في الحدود دي. في وضعنا ده 200 مليون؟ هاي 200 مليون يعني مناسبة شوية يا شيخ. في ناس يقولوا مليارات و يجيب أسعار كثيرة، 200 مليون دي أرحم شوية. يعني 200 مليون، يعني أسي أنت لو ماشي يعني تتقدم لبيت حتديها 200 مليون؟ هديها غير الشنطة والحاجات دي، 200 مليون ذاتك كويسة. لا، من غير الشنطة ومن غير يعني الحاجات المكملات للزواج، بس مهارة هي بس. يعني يقول لك زي ما بقولوا في أهلنا في السودان سد المال، يعني عايز تديهم كم بعد تمشي يعني تسيد مالك؟ هو ديهم 200 دي بس الله. طيب، ال 200 دي بتكلفتها وبحياتها كلها ولا بس سد مال؟ سد مال بس. لا، ما شاء الله شكل امورك واضحه. الله، الحمد لله. ما ثابت يعني، ما بقدر احدد لك حاجه معينه، بس هو مفروض اصلا يغطي كل التكاليف، يعني الصاله شنو حسب الوضع. بعد ذاك الاسعار متغيره من يوم ليوم، يعني زمان كان 100 مليون كافيه جدا تعمل لك اي شيء في العرس، حاليا كل ما عليها اقل شيء، اقل الصالات، اقل حاجه يعني يا ماشي 250 انت ماشي. فلازم على الاقل يكون مكفي كل الحاجات، كل الحاجات، احتياجات العروس كامله، المناسبه كامله من الالف للياء. طيب تمام، اذا جاك زول يعني وضعه ما عنده يعني يعمل لك زواج في صاله، يعمل لك كده، فانت رايك شنو في الحاجه دي؟ والله هو بعدك حسب الظروف، حسب الزول ذاته، حسب انا بقدر انا اعمل حاجه لروحي ازيد عليه واساعده يعني ولا ما بقدر، حسب ما
بقدر انا احدد لك. يعني ما بتقدري تحددي له السعر الا لما هو يوريك ميزانيته يعني؟ لا، ما هو حسب بعد ذاك الوقت ذاته الحاجات اللي انتم متفقين عليها عايزين تعملوها شنو، حسب الاهل، الاهل ذاتهم بيحددوا انت عايزين لبنتهم شنو. مرات الاهل هم اللي بيحكموا انه لازم انت تعملي عرسك في صاله عشان اهلكم كتار عشان غيره. ام رحمه بتعرف عليك مآب ادريس مطر. طيب يا استاذه مآب، اذا جاكي مثلا زوج وانت خاطة يعني لمهر كم او مفروض يعني يكون كم؟ والله يعني على حسب يعني الحاجات اللي بتجي، مليار، مليار ونص، 3 مليار، على حسب الظروف المرة اللي يمدي. متأكدة يعني في وضعنا ده عايزة مليار وكده؟ ايوه، ليه لا؟ طيب يعني في حاجة مراعاة لناس غيرك او للوضع او للحاجة اللي بتمر بيها، او مثلا يعني غيرك انت زول يقول لا زي ما جابوا لفلانة يجيبوا لي انا، فانت رايك شو؟ مقارنات، ما عندي مقارنات، لازم يجيبوا لي زي فلانة، لكن لو هو بمقدرته يجيب يجيب. ايوه بمقدرته. ايوه بمقدرته يجيب يجيب. يعني المهر عندكم انتم ما ثابت؟ ما ثابت. اي ما ثابت؟ ما ثابت. ايوه تمام، يعني بس على حسب الاستطاعة. ايوه على حسب استطاعته. طيب والله طبعا نحن برضو الناس بتحكم بوضع البلد، تمام؟ يعني الناس اجود بالموجود، ما في داعي للبزارة الاوفر، ما في داعي برضو الحي القليلة شديد، تمام؟ يعني الحي المعقول الناس شايفينها ممكن تمشي بها وتكون عامية يعني. يعني خير الأمور أوسطها؟ خير الأمور أوسطها زي ما قلتي، تمام؟ نحن طبعا أنا من النيل الأبيض، تمام؟ عاداتنا هناك يعني ما عندنا علاقة بأنه فلان عمل كذا ولا لا جاب كذا، لا. أنت مستطيع تدفع كم؟ 50 60. أنا عند حنا زواج ود عمي دافع 60 زائد الشيلة والكلام ده، يعني ما في زول بيلزم زول، ما في زول بيقول لي هو أنت جبت حاجة بسيطة ولا كثيرة. والله المهر زمان ده معروف، لكن بتاع حسن ده لسه ما عرفته، ما زوجت زول عشان نعرف. طيب زمان في زمانكم كان كم؟ والله زماننا كان بيقولوا في زمان أنا زال لما تزوجت ما زوجت بقروش كتير. اتزوجت بكم؟ 12 جنيه. 12 جنيه ناس حالي؟ اي حقنا الواحد. طيب الناس مين دال سميت وقال اتزوجوا ب 6 جنيه، يعني نص للمهر حقي. اي طيب بس حاليا كده في زماننا ده اذا يعني جاك زول انت كأم يعني بتخطي له كم، او مفروض يعني بكفي الحاجه دي كم؟ والله الزمن ده حاسه ده والله المخفي حاجه ده قريب يعني 600 جنيه ما بيسوى حاجه. 600 مليون. 600 مليون يعني ما بتكفي للزواج زمن الحاسه ده، الا يعني بس زول يخطي عشان تستر بنتك بس تمشي كده على الحال، يعني بس للستره بتدي بالعندك يعني تخسري من عندك من عندي بس نتم عشان نستر بنتي. والله ما ثابت. طيب ما ثابت ليه؟ الحاجة اللي ما مخليها ما ثابت؟ لأنه الناس كلها ما واحدة، الناس في واحد بيقدر يدفع والفي الثاني يعني الواحد بيدفع قدر استطاعته. يعني أي زول بيدفع على قدر اللي عنده. أيوة صح. طيب أنت كده في نظرك أنت خدت كم كده يعني بكفي؟ المهر يعني والله زي ما قلت لك اي واحد قدر استطاعته، انا يعني قدر استطاعتي انا باخذها اللي عندي، انا باخذته ما بقدر احدد لباقي الناس. يعني على قدر اللي عندك، يعني في ناس بيطلبوا يعني مهارهم قروش غاليه، انه الا الزواج يكون في الصاله، يعني مبالغ باهظه ذاتها يعني في وضعنا وفي سوداننا ده كده. والله دي حاجه مو معقوله طبعا، يلا الواحد يطلب يشوف الواحد قدر يقدم، يشوفوا استطاعته شنو، الناس تطلب قدر الحاجة اللي بيسويها، الناس تحاول تتفق يعني على القدر الاستطاع الناس تمشي الحال. لا يعني أسي أنت عايز أهلكم اللي حددوك المهر ولا البنت اللي بتحدد المهر؟ كل الناس بتحددوا مع بعض، يعني ما ممكن هو بس يجي يقول لك أنا عندي كده وأنت خلاص كسر رقبة توافق بالحاجة اللي عنده دي. معقولة؟ يعني كلهم لازم أي زول يكون عنده رأي في النهاية بتطلعوا بنتيجة معينة، حل وسط يعني يكفي لكل الأطراف، حاجة بتكفي يعني حاجة مناسبة وبتواكب الزمن والحاجات.
يعني ما معقول انا زوله عايزه كده وعايزه كده وهلا عايزين كده زوله متشدده يجينا واحد بالعنده ما انا من الاول ما خلاص انا ما عندي الحاجه دي يجي غيرك انت دي كده صعبتيها شويه يعني يا عندك يجي غيرك ايوه كده كل زول ما هو كل زول خاطي حسب العايز والعرس يعني هي واحده بتتخيل عرسها عامل كيف ايوه يعني انت مبرمجه عرسك يكون بالحاجه الفلانيه بالسعر الفلاني يعني برضه بعرس يكون عادي في اي حته عاديه قدام البيت في صوان في غيره خلاص دي موافقه دي 50 مليون بتكفيها 50 مليون بتكفيها متاكده للمناسبه يعني احتياجاتها هي ما بتكفيها ايوه الوضع ذاته يعني صعب وكل يوم الحاجه 500 جنيه ما بقعد اكفي يعني 500 600 جنيه ده في الفطور وشاي بس ما زي اول ده 500 جنيه بفطرك وبخديك وبعشيك تطلع منه حاجه بسيطه تاخدها بجنبها ليوم الاسود بتوفر منه يعني كده حاجه بعيده اي لكن هسه ما في يعني 1000 جنيه ده بنتي يوم واحد ثاني بكره تجدد من جديد يعني الحياه فعلا هي صعبه يعني وكده فيعني اس كلمه نحن عايزينها منك انت كأم تقوليها لينا يعني في الشباب بس في بذخ حاصل في المهر يعني بطلبوا لك مليارات وتجيب لنا كده وتجيب لنا كده انت كأم رايك شنو في الناس انا ما بقدر بطلب هل الحد انا شايفاه بيني ده عشان ده الناس ترضي ما بقدر بقول جيب ده وجيب ده وجيب اجر لي ساعه لبيتي وكده ما بقدر بقول لكن العريس كان براف تلقى نفسه دير اس مرته دير يعمل ده بقيف معه يعني اذا هو عنده ايوه يجيب لكن انت ما بتخط لي حاجه بقدر بخط لها حاجه عشان اقول لها انا جبرها اقول جيب ولا عروس بكون يعني بكون زي انا كده امه خربت له رزق بتاعه شوفي نفسك انك انت زي اللي سببتي له يعني انه في الحاجه خرب بدي يقول له ده كله من امي دير ودير عشان كده ما بقدر يعني حكيمه ايه الله ما هسه عندي ثلاثه عندي بنتين في الجامعه ما شاء الله يعني مصروف القاعدة مصروف له كل ما اسبوع يعني خليه ساكت ما بقدر بقوله مكلف فعلا كل ما يوم دينه 250 دينه 250 قول له امي ده ما قاعد يكفي قلت له انا عارف ما بكفي لكن دبر الحال بس ان شاء الله تاكل وطعميه وايش هلا هم بس تنجا وتقرا عشان تستفيد نفسك تشيل نفسك بعدين لا ما بنقول اللي قدام ما معروف الموت مع الناس لا ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه وتقدري يعني تزوجي بناتك بالزواج اللي هم عايزينه ولاولادك ويديك العافيه ويفتحها عليك ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله ربنا يقدرنا يستقبلوهم ونقدمهم بيوتهم بالسلامه ان شاء الله في رايك انت شو والله انا شايف الحاجه البسيطه دائما بتكون عمليه وفعاله وبتعالج مشاكل كثيره يعني هسي لو ملاحظين يعني في تجاوزات كثيرة والسبب كلها سبب التجاوزات دي كلها على المهور وعدم قابلية الناس أو استطاعتهم للزواج يعني فأنا شايف تقليل المهور أو دائما يعني يكون حاجة رمزية بس المهر لا يعني أنت شايف إنه المهر إنه يكون غالي أو باهظ هو ده السبب إنه بخلي الشباب يتراجعوا عن الزواج؟ أيوة ده سبب رئيسي أو من الأسباب الرئيسية يعني طبعا وضع الاقتصاد زي الزفت دي حاجه معروفه لكن السبب الاساسي انه البنات ذاتهم بيكونوا ما مساعدين على الموضوع ده يعني طيب حتى لو عايز تاخذ خطوه جاده ويتزوج الموضوع بيكون صعب بالنسبه له طيب البنات ما مساعدات كيف يعني ما مساعدات؟ ما مساعدات بانهم ما عايزين يرسوا الموضوع ده عليه بر يعني شنو المهور غاليه وده غير الاكويبمنتس الثانيه يعني للزواج الضروريات الثانيه للزواج البيت والحاجات دي يعني عرفتي دي برا يعني الواحد لو حاول يحصلها حيكون يعني دفع البراوق قدامه يعني فبتفاجئ تاني بمهر وشنطه وبرنامج وكده يعني عرفتي فالموضوع بقى يعني بعيد من يعني صعب لكثير جدا من الناس فشنو الناس بقى تتراجع عن الفكره يعني عرفتي اكيد لازم يكون ثابت وحاجه كده معقوله وبسيطه عشان يعني الزول يسهل للشباب انه يتزوجوا وكده يعني يكون ثابت يلا طيب اسي انت يعني اذا جاك زول ما حد حدد له مهر كم ولا حد خليه بس بتقول له بل عندك تعال والله انا غطى عن نفسي بل عندي بس هي متاكده اكيد خلاص تمام طيب اذا يعني انت ما عايزه يجيبوا فيك حاجه ويعني كده بس عامه اللي غيرك يعني افترض يكون كم كده ما انا ما حقدر احدد لوحده مهر
لا يعني هسه كده الحاجه المتماشيه في السودان يعني كده زي ما بقول لك دي عرس جابوا فيها كم كده يعني اخر مناسبه كده جابوا كم كده قروش كثيره قروش كثيره كده كده انت عايزه اجيب لك قدر ولا لا 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 برضه بجاوب لي بس يعني انت ما بتغارني بحياتك بزول مستحيل ما بغارن ما بغارن مع اي زول بس الحياه جابوني بقول بها يعني هناك انتوا عندكم بس اللي عندك انت ما حاجه محدده اكيد طبعا لكن دائما شنو يعني برضه عندنا الناس بتمشي بالحاجه المتاحه يعني مثلا اخر عرس كان 50 الناس بتمشي على 50 او ممكن تزيد يعني حسب وضعك انت يعني دي الحاجه الثابته عندكم كده اكيد طبعا دي الحاجه الثابته عندنا طيب يعني اصلا ثابت عندكم 50 يلا في ناس يعني بقول لك ان احنا 50 ما بتكفينا عايزين حاجه اكتر من كده عرس في صاله حاجه زي دي طيب في الناس ديل يعني رايك شنو هو معلش نحن ما عندنا حاجه يعني مثبته يعني الليله مثلا انا وضعي يعني اقل من اللي قدامي تمام فبدفع 40 50 تمام يعني ما حاجه ثابته ممكن ادفع اكثر ممكن ادفع اقل يعني على حسب الاستطاعه اللي عندكم انتوا وعلى حسب الزول اللي هو عايز يدفعه اكيد طبعا حسب الزول اللي داير يدفع وحسب استطاعتك انت يعني بتمشي على الحاجه دي طيب نحن شاكر لك يديك العافيه تسلمي وفرصه سعيده اسعد الله اوقاتك يا اخو ربنا يسعدك ويهنيك ان شاء الله الله يسلمك خلاص يا حبوب طيب انت حاليا كده افترض يعني يكون كم كده في رايك والله دي ما هو طبعا ما بتقدر تتمين المهر لانه المهر ده اصلا اسمه الصداق صح في الاسلام يعني الصداق ده اتفرض كحاجه رمزيه بيندفع لابو البيت عشان يعني حاجه رمزيه بس ما اكتر من كده بس يعني ممكن يكون خاتم من حديد او مصحف اي شيء بس حاجه رمزيه يعني حاجه بس تديها للوالده هنشيل منه بيته وانتهى البيان